صورت الفنانة السورية سارة فرح فيديو كليب لأغنيتها الجديدة عني غايب. موقع الفن تواجد بكواليس التصوير، أجرينا مقابلة مع الفنانة سارة فرح ومخرج العمل زياد خوري، ورجعنا لكم بهالتقرير. الفنانة سارة فرح، بدنا نرحب فيك عبر موقع الفن. شفناكي بعمل جديد بإدارة المخرج زياد خوري، تخبرينا أكثر عن تفاصيل العمل؟ مزبوط، نحن هلا عم نحضر غنية رومانس. الغنية حلوة كتير، قريبة للقلب، كلمات فادي أسعد، ألحان مصطفى حسان، توزيع سليمان دميان، إنتاج ميوزيك إز ماي لايف. عم نصورها مع الدايركتر زياد خوري. غنية حلوة كتير وبتمنى أنه العالم تحبها قد ما كل الكرو حابها. كيف بتوصف العمل مع زياد خوري اللي شفناه كتير محمس أثناء تصوير الفيديو كليب؟ صراحة حدا لطيف وسلس وكرييتيف، وأنا كتير سعيدة، وأكيد إذا الأيام جاية أكيد بعيد التجربة مع زياد. تخبرينا أكثر عن مسيرتك الفنية ابتداء من ستار أكاديمي؟ نحن عم تسألني عن على فترة غنية بالأحداث. بعد ستار أكاديمي قدمت كتير أعمال بالموسيقى وقدمت أعمال دراما. أصداء إيجابية عالية لقيناها بأغنية 10/10، برأيك شو العامل الأهم كان بنجاح الأغنية؟ إنها فريش ونزلت بوقت صيف، وكان بحاجة الجو لوقت لأغاني فريش، وغنية مهضومة ما نتقيلة، ما فيها هالصعوبة، كتير سموذي، ويمكن هذا سبب كان نجاحها، واعتمدنا فيها على لوك كتير بسيط، على أفكار بسيطة بالكليب. ما في شك، يعني صوتك الرائع أكيد كان العامل الأكثر من أهم بنجاح الأغنية. بتشكرك، شكرا كتير لك. شفناك قبل بمجال التمثيل، هل ممكن قريبا نرجع نشوفك بالتمثيل؟ إن شاء الله، إيه إن شاء الله قريبا. أول شيء التفاصيل، العمل تفاصيل حلوة، لأنه معي فنانة حلوة، معي فنانة جمال خارجي وجمال داخلي وجمال بالصوت. هذا أول إذا بدك ديبار بلش فيه بالكليب. طول ما عندك هول القصص موجودين دغري بعرف حالي إنه الكليب رايح لمحل كتير حلو. سارة فنانة عالي جدا من ناحية إحساسها، واكتشفت إحساس على الكاميرا كتير عالي. كنت شوي إذا بدك أول كليب أنا وياها كنت شوي عتلين هم بأول تيك، يعني إنه شو معقول نصلح، ما قدرت أحكي شيء صراحة. يعني عملت رول الكاميرا وصرخنا كلنا، قد ما قوية على الكاميرا، قد ما عندها إحساس بعيونها بتصرف جسمها على الكاميرا كتير حلو. كتير مبسوط، والهلا اللي أخدينه كتير عالي. زياد، بتعطينا رأيك أكثر مثلا عن كلمات الأغنية وعن الأداء؟ كلمات الأغنية حلوين، اللحن كتير حلو، بس طبعا اللي مغلف كل هول صوتها لسارة. صوت سارة بحكيك بصفتي كمان ملحن، يعني غير موضوع الإخراج. صوت سارة غريب، عرباته عندها عربات مش معقوله، شو حلوه، شو مدروسين، شو صح. مدرسه بالعربات صراحه ساره. انا كثير كثير مسلطن عليها بالصوت، يعني غير الصوره عم سلطن، هي عم تغني قدامي يعني. وفي محل بنعمله بريك بتغني، اسم الله على صوتها، يعني ما بعرف قليل تلاقي هيك صوت صراحه. عنده خامه غريبه وعربات صح. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.